مولاتي جلالة السلطان مانو موجود. لوين راح السلطان؟ تعرف؟ جلالة السلطان راح على اجتماع الديوان يا سلطانة. مو هيك تعمليهن، نيلوفر كانت تجدد لي اياهن تجديد، مو مثل ما انت عم بتساويهن. سلطانة؟ أنا ما بدي إياكم تلمسوا أولادي ولا حتى تفوتوا على جناحي. العفو منك سلطانة، الأميرة طلبت مني إنه جدد لها شعراتها. الجارية الثانية وينها؟ ناديلا. ليش لساتك واقفة؟ روحي ناديلا. ماما انت من شو معصبة؟ ما في شي يا روحي، لا تخافي. اسمعوني منيح، روحوا بسرعة وضبوا غراضكم، ما بدي شوف وشكم مرة تانية. بس يا سلطانة، السلطانة الأم هيك أمرتنا. وشو كمان أمرتكم السلطانة الأم؟ ما شرحت لكم كمان كيف بدكم تتخلصوا مني؟ أنا ما حأسمح لكم تضلوا عندي، اطلعوا وخلوني بعتولي نيلوفر وأسمى. أما بخصوصكم أنتوا الاثنين، أصحكم تقربوا من أولادي. ليش عيونك حمر ماما؟ أنت بكيانة؟ رجعوا زعلوكي؟ لأنهم ما بيحبونا حبيبتي، لا إلي ولا إليك ولا حتى بيحبوا إخواتك. مين قصدك ماما؟ السلطان الأم يعني ما بتحبنا؟ نيلوفر، أسمى، أسمى، روحي هلأ لعند الأولاد، ما رح أرضى أنه وحدة غيرك تهتم فيهم. بس يا سلطانة، اعملي اللي عم قوله وبس. خدي مريم يلا. سلطانة، ما بدي اياك تعصبي، بس برأيك السلطانة الأم إذا عرفت شو رح تعمل؟ تعمل اللي بدها اياه، ما بيهمني بعد ما قهروني وقتلولي حصاني اللي بحبه. مولاي هداني هالحصان وأنا سميته عشق من عشق إلى السلطان، ومتوقعة منها أكتر من هيك. هدفها الأساسي إنها تقتلني، بس هي عم تنتظر الفرصة المناسبة. مشان هيك يعني لوفر لازم نضلنا منتبهين، لأنها ممكن تقتلني بأي لحظة.